أفادت وزارة الخارجية أن مكتب التمثيل المصري لدى السلطة الفلسطينية في رام الله والقطاع القنصلي بوزارة الخارجية يتلقيان الأسماء والوثائق الخاصة بالمواطنين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن. أضافت الخارجية أنه يتم إعداد كشوف تفصيلية بأسماء ووثائق المواطنين لموافاة السلطات المصرية المعنية بها، تمهيدا لتسليمها للقائمين على معبر رفح الحدودي من الجانبين المصري والفلسطيني، لتسهيل عملية عبورهم من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية.